خميس الاتحاد اجمل بدون بنزيما او انه هذا ديربي ما في اسماء، الكل يتفوق على نفسه. بالضبط مثل ما تفضلت استاذ بتال، الديربي رغبه اللاعبين بالظهور المشرف، مباراه جماهيريه، اجواء كره القدم، اجواء حتى اجواء الطقس في جده اليوم مختلفه. المدرب حقيقه تعامل في غياب بنزيما بتعطاء ادوار اكثر للاعبي الوسط، تحديدا حسام عوار اللي ما ظهر بالكوره ولكن من غير كوره كان اليوم من اروع اللاعبين. حسام عوار اليوم قام بمجهود فردي رائع بالضغط على الجهه اليسار علي المجرشي، وايضا صالح الشهري اللي قام بالضغط وكان اهم نقطه تفوق فيها بلان على المدرب الان في اغلاق نقاط القوه اللي موجوده في الاهلي في عدم البناء من الخلف، وبالتالي استطاع الاتحاد أن يتفوق على نفسه ومع أهمية بنزيما اللي حقيقة دائما يفتح مساحات لزملاء اللاعبين، يتواجد في أماكن جيدة ويعطي فرصة للقادمين من الخلف في تسجيل الأهداف. اليوم يجب الإشادة بشكل كبير على موسى ديابي اللي تفوق في كل معاني كرة القدم، وأيضا بيرغوين اللي كانوا الاثنين نقطة تحول كبيرة في التحول من الوسط الملعب إلى الثلث الهجومي لفريق الاتحاد بشكل رائع، بمهارة عالية، بجودة عالية. طبعا الثابت كانتي اللي حقيقة ما يمكن تمر مباراة الاتحاد بدون ما نشود فيه، لاعب بدون كرة، مقاتل، قاطع للكرات، أيضا يتواجد في المكان الصحيح بالشكل الصحيح لتقارب الخطوط، وايضا ما في مسافات بين اللاعبين. حتى فابينهو اليوم ظهر بشكل اكثر كقائد وايضا كلاعب مهم في وسط الملعب. يجب الاشاده بعبد الله العمري، اليوم قدم مباراه كبيره جدا مهمه، اعاد الثقه لنفسه واعاد الثقه لدفاع الاتحاد.